In the name of Allah, today we are going to take lesson 2, unit 2. First year secondary, صف الأول الثانوي. Unit 2, lesson 2. The title of the lesson is At School. This lesson, in this lesson we want to discuss some grammar. We want to discuss some grammatical rules. Grammar, لو يا أولاد قواعد. Number 1. Both and. Both what? Both and. Both and. We use both and. احنا بنستخدم كلمة both and when we have two affirmative sentences. There is similarity in something. As we say, Ali is a polite man. Ahmed is a polite man. Yes. Where is the adjectives here? First sentence is polite. And the second one is polite. يبقى هنا لو قلت كده لو قلت هنا يا أولاد علي is a polite man. Okay. وبعدين Rami is a polite man. Okay. هنا طبعا في الادجكتيف المشتركة بينهم قال هنا ايه يا اولاد polite وهنا polite. وطبعا first sentence الجملة الاولى هنا affirmative جملة مثبتة والتانية برضو هنا ايه جملة مثبتة. لو انا عاوز استخدم both and يعني كل من وين نعملها ازاي؟ ها هنبدا الجمله بوث يبقى ايه يا اولاد؟ يلا هيبقى بوث بوث مين؟ بوث علي يبقى بنحط بنبدا بايه؟ وي ستارت ويز بوث اند بوت ذا فيرست سبجكت بنبدا ببوث وبعدين بنحط ذا فيرست سبجكت اللي هو علي فين السكند ونحط اند وير از ذا سكند سبجكت فين السكند سبجكت يا اولاد؟ اللي هو رام فيري جود يبقى هنا both علي and رامي لو جينا للverb الverb هنا is وهنا is لما بنيجي نستخدم when we use both and we use the verb in plural بنستخدم الفعل في الايه يا اولاد في البرولر احنا عارفين singular مفرد يبقى برولر ايه very good جمع يبقى هنا البرولر بتاع is ايه ها both علي and رامي are ها are ايه بقى انا قلت both علي and Rami are polite صفة polite ايه بقى يا اولاد هل اقول polite man no عاوزين نعمل برولر بقى للمان very good لا مش مانز لا من هتبقى ايه يا اولاد من يبقى هتطلع الجملة ايه بقى ها هيبقى both علي and Rami are okay another one لو قلت هنا سالي هاد A car. Rana has a car. وهنا بقول برضو سالي has a car. Rana has a car. Okay. تشابهوا. ان هما الاثنين ايه has a car. لو عاوزين بقى نستخدم both and. احنا قلنا بنعمل ايه? We start. بنبدأ with ايه? With both. هيبقى هنا ايه ولاد? Both. ها. Both mean ها. سالي. ها and mean rav and rana where is the verb here where is the verb here فين الفعل يا اولاد has okay زي ما كان الفعل فوق is وهنا has احنا قلنا هيبقى الفعل مع both and we use the verb in plural بنستخدم الفعل في الايه plural جمع يبقى الجمع بتاع have ايه has ايه يعني عندنا فوق is بتبقى are ولو عندي was بتبقى where لو عندي هنا have على has بتبقى have لان معروف ان الهاز بتيجي with he she it والهاف مع الوي واليو they فعندنا سالي ورانا بقوم they يبقى they have ها يبقى ايه both سالي and رانا have عندهم ايه يا اولاد cars عندهم سيارات يبقى احنا دلوقتي we know how to use both and ما معنى both and يا أولاد كل منها بنستخدمها في 2 affirmative sentence طيب لو جينا عكس both and في حاجة اسمها neither nor neither
or neither nor neither ها nor what the meaning of neither nor معناه يا اولاد لا ولا it is the opposite of هي العكس بتاع ايه both and دي كل من وين دي neither nor لا ولا we use it بنستخدمها in negative sentence we use it in negative sentences we use it in negative sentences and when we use neither nor we drop or we remove negative look here اما اقول مثلا احمد isn't tall احمد isn't tall ورامي ها isn't tall فلو جيت ابص للجمله هنا بقول لك احمد isn't tall رامي isn't tall طبعا بو الجملتين هنا اولاد ايه النيجاتيف طيب اما استخدم نيذر نور بقى خلي بالك هنقول ايه وي ستارت بنبدا بالايه فيرست سبجكت وايه ذا فيرست سبجكت هتبقى هو نيذر نيذر مين ها مين احمد فيري جود ها هيبقى نيذر احمد نحط بقى بعد السكه نور مين فين السكند سبجكت رامي اوكي هير هنا بقى يا اولاد ذا فيرب الفعل اللي بيجي اهو اللي بيجي بعد الفعل اللي هنحطه هنا follow the second subject يعني هنا كنت عندك is بتحولها لار انما is هتفضل is زي ما هي ليه بقى لان رامي مفرد وشلت النفي يبقى neither احمد نور رامي is what is told الفعل هنا ايه مفرد طيب جملة ثانية اما اقول لك منى doesn't like fish المنى الاولانيه بقول ايه منى doesn't like fish منى مش بت ايه مش بتحب السمك ومين كمان وعلا doesn't ها doesn't what like fish okay yes لو عاوزين بقى نستخدم يا اولاد neither nor ها يلا هتبقى neither or neither ها فين الفيرست سبجكت مونا ماشي very good neither مونا nor what فين السكند سبجكت هو مين هولا في الحاله دي يا اولاد we remove احنا طبعا or امات بنحذف طبعا فين النفي هنا يا اولاد اللي هي doesn't اللي هي doesn't تبقى هنا هتبقى ايه neither مونا nor علا likes وهنضيف هنا للفيرب يا اولاد اس لان احنا قلنا الفيرب بيبقى هنا فعلا هنا طبعا سنجلر مفرد فالفعل ياخد في المو اس يبقى هنا neither منى nor علا likes fish يبقى هنا لا علا ولا منى بيحبوا الايه السمك يبقى فينا تو رولز قاعدتين هم they are easy which one both and دي بنستخدمهم في الافورماتيف اما نيذر نور بنستخدمهم في النيجاتيف وخلي بالك هنا او خلي بالك يا بابا الفعل هنا بيبقى ايه بلورال اما الفعل هنا بيبقى ايه سنجلر بيبقى ايه سنجلر بيبقى ايه مفرد ونخلي بالنا بنيجي نستخدم نيذر نور وريموف بنحذف ايه بنحذف ايه يا استاذ برافو عليك النفي يعني هنا isn't يبقى بنط بس انما هنا لو في doesn't في didn't يبقى كلها بتتحذف على سبيل المثال احمد isn't tall رامي isn't tall neither احمد nor رامي is اهو وخلي بالك اللي هنا الفعل ايه singular هنا منى doesn't like fish علا doesn't like fish يبقى neither منى nor علا likes fish okay I hope that you understood what I have explained good luck